ايضا ثبت علميا وفي رساله الدكتوراه او رساله اكثر من رساله معمول ان بول الابل فيه شفاء لكثير من الامراض، وفي مزرعه في مرسى مطروح قائم عليها عدد من الاطباء يعالجون الناس من امراض مستعصيه ببول الابل. الطب دلوقتي يعني يا ريت تسمعوا من واحد بيقرأ قليلا برضو على حسب كلمات الدكتور زغلول، الطب اسمه الطب القائم على الدليل، واعتقد ان الدكتور زغلول كجيولوجي يمكن سمع زميله الطبيب بيقول ان احنا بندرس حاجه اسمها الطب القائم على الدليل. ما ينفعش كلمه ثبت علميا وفي مزرعه في مرسى مطروح وفي مش عارف غيط في 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 سمنود، الكلام ده ما ينفعش في الطب. منشوره على مستوى عالمي. لا لازم اكون موفق يا دكتور، طبعا اجيب رساله معايا طبعا المعترف بيها مش جميكي وسمير ومصور، في حاجه اسمها مجله علميه لكل تخصص. انا مش معقول هعلمك يا دكتور زغلول. نمره اثنين، انا اكبر منك سنا، انا اكبر منك سنا واعلى منك علما. معلش يا دكتور، انت مش هتعلمني، انت كفرت. انا اعلم اجيال مثلك وانا منهم، انا اعلم اجيال مثلك. لا وانا سعيد بالتعلم منك الحقيقه، بس يعني مش سعيد باللي حاصل للمسلمين من افكارك للاسف. للاسف يعني انا اعتبرت ده مصيبه للامه في نظر الشعوب التي اخترعت لنا ونحن قعود كل الفاكسينات اللي قضت على الطاعون وقضت على الكوليرا وقضت على التيفويد وقضت على كل هذه الامراض، واحنا قعود بجوار النياق بتاعتنا تندين ظهرنا عليها ومستنين اللي يكتشف لنا ويخترع لنا. فنيجي نكتشف احنا نقول بول الناقه. اليس البول هذا مخرج لسموم الجسم كله؟ هو الدكتور عايز يقول لنا شيء لا نعلمه؟ يا اخي احنا بنعرف نقرا والله، والعلم متاح والله. هو يعني بيقول لك انه هذا مخرج لكل سموم الجسم، اروح انا اشربه؟ بيقول لك ان في معسكر في طريق مصر اسكندريه دكتور، مطروح، مرسى مطروح، في مرسى مطروح بيتم علاج البشر ببول الابل والنتائج وقائم عليه اطباء مرموقين. طب ده كده بيعلننا عن كارثه ثانيه. يعني يجب على انا انادي وزير الصحه وعلماء الطب في مصر ان يذهبوا الى هذا المكان ويكشفوا عما يحدث فيه. انت هتبلغ في الدكتور ولا هو جاي حلقه؟ انا دلوقتي لا، انا ببلغ في لا اله الا الله، دي مساله تتعلق بصحه المواطنين، واحنا ننظر بصحه الشعب. طيب الله بيقول لك يعني بول الابل اللي فيه كل السموم يعني ازاي يعالج بيه البشر؟ ودعا وزير الصحه انه يذهب لهذا المكان. طب اقول له ان هناك يبلغ فيك في النهايه. نعم، هناك شركه للادويه سويسريه يمثلها في جدة يعني صيدلي مصري من كبار الصيادلة المصريين، وهذه الشركة تنتج دواء من بول المرأة الحامل. وإذا كان يقول أن البول يعني مخرج مليان سموم ومخرج جسم، شركة أدوية سويسرية تنتج دواء لكثير من الأمراض من بول الحوامل. افترض أن ده صواب يا أستاذ، افترض أن ده صواب. خليني أكمل الكلام. حقيقي. خليني أكمل كلامي. ده مختبرات قامت وفرقت. خليني أكمل كلامي. أنا لم أقاطعك يا أستاذ سيد. خدوا البول خام. يا أخي. خدوا بول الولية لا أنا لم أقاطعك. بقول البشر يعني طيب. أروح أشرب بول مراتي. طيب. دكتور سيد خلينا بس، أستاذ سيد طيب. خلينا أن أقول هناك أكثر من رسالة دكتوراه. عملت في جامعات غربية وجامعات عربية منها جامعات المملكة العربية السعودية عن بول الإبل، وثبت ثبوتا علميا قاطعا أن بول الإبل فيه شفاء للعديد من الأمراض. أنا لست متخصصا في هذه القضية. أنا عايز بس دكتور أتأكد أن هذا الكلام علمي حتى لا نصدر كلاما غير علمي للمشاهد، ونبقى احنا بنتورط في أنه الناس تروح تتعالج دلوقتي في المكان اللي حضرتك بتقول عليه وتسيب الأطباء. أنا ما حدش قال هذا، مشرف عليه أطباء، مشرف عليه اطباء متخصصين باعلى درجات التخصص. يعني مش كلام عوام يعني. استاذ وائل. هذا المركز مشرف عليه اطباء. استاذ يعني وائل. انا لو اعلم ذلك انا هبعت لك بالفاكس. جرصة. اسماء جرصة. عدد من الرسائل العلمية جرصة. التي اشتغلت على بول الابل. العالم. زي بالضبط طيب. شباب اللهاب وموتوا السفير الامريكاني. احنا بنتجرس في العالم دلوقتي بسببهم. انا الـ 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 الدكتور علي جمعة مفتي الديار. قال ذات يوم
وكانت المشكلة برضو كانت فضيحة كبيرة أن بول الرسول شاف كويس وهو من هو، واعتبرت في ذلك الوقت فتوى. أنا أقترح على الشيخ زغلول النجار باعتباره رجل جيولوجي، بدل ما نشرب بول الإبل نشرب بول النبي، ويروح مكة والمدينة ويبحث لنا كجيولوجي. يعني هذه الفتوى أثارت جدلا كده. وقتها هذا كلام يناسب الحلقة؟ لا يا أخي خلينا، هذا كلام يناسب الحلقة. يعني بول الرسول عليه الصلاة والسلام مؤكد هيبقى أفضل من بول الناقة، يكشف لنا عنه باعتباره جيولوجي وينتج لنا عنه. يعني هو حتى فتوى الدكتور علي جمعة وقتها أثارت جدلا، والبعض يعني ما يعني هي بول النبي بقى ولا بول الرسول؟ طيب أستاذ سيد القمني ألف شكر.